جونجو تشات يا مان، ناس انجمينا يا اخي. المراسل حقكم ده شيف تعديل، شوف لو لقيت لك زول مركب له سماعات كبيره كده وراكب موتر، ده المراسل ذاته زي منه كويس. المطعم السوداني في انجمينا كويس، الجم كوبري انجاري في شارع الاربعين كويس. طبعا يا اخواننا سيد المطعم ده اهتار يعمل شنو للعطاله، العطاله يتلموا كميه في المطعم ده يا مان، بس تخلي لك ليدو بس كده، ما في اي حاجه بتاع المطعم فاضيه وركب له في راسه، ما عارف يطرد العطاله ولا ما عارف يشتغل شغله. العطاله يتلموا كميه. طبعا يا اخواننا ديل ما نازلين بتاعين الهرب، ديل قاعدين في ادري ناس انجمينا، ديل شفت عطاله قدام قاعدين في انجمينا هناك، ديل ما نازلين بتاعين الهرب، لا لا ديل عطاله سودانيين عطاله قدام قاعدين هناك كويس، شغالين لك ليدو شططططط. ولو جات بيت انت عارف الناس ديل مش اربعه قاعدين كده، الاربعه كلهم بعملوا كده لحد ما البيت تقطع الشارع، حتى مرات برجع لليدو حقهم يا اخي. عطله كده عطله غريبه، ام العطله يعني، ما في واحد فيهم دار يحاول يقول انا شغال ولا انا دار نشتغل، لا لا ما في كلام زي ده، نايم عاطل بس كويس، ولا في كده لا في كده. ما تقول لي ما في ناس مطعم الفول السوداني، طبعا المطعم ده يا اخواننا بيشتغل سندوتشات فقط، سندوتشات وفول، طلب فول وسندوتشات، مطعم بتاع طلب فول وسندوتشات، عليك دينكم وايمانكم. ده مطعم زول بسنجر فوقه، لما بيتعطل فوقه بلعب ليدو وروني على كلافيز، انا داير زول يقنعني انه مطعم بتاع فول وسندوتشات ده داير زول يسنجر فيه عشان يتفرج، عرفت يعني؟ هو ما مطعم اللي بقول عليه مطعم لمن انت دار تمشي تتفسح فوقه عشان تمشي تسنجر وتقعد لك ساعه ساعتين، لا لا هو فوقه فول وسندوتشات، يعني اكلت طلب فول طوالي تتخرج شفت لك سندوتش يطلع عبر الشارع ماشي طوالي، البخليكم تفرشوا ترابيز بتاع ليدو شنو؟ سؤال بس، حاجزين الترابيز في فاضي ساكت بس، الناس لما دارين يجوا ياكلوا ذات ما بلقوا طريقه عشان يسنقروا، انتوا حاجزين الترابيز في فاضي،